ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن جديد لفيلم المفروض هينزل السنه دي في 2021، وهو فيلم اسمه الانس والنمس. ده مفروض فيلم جديد لمحمد هنيدي، هيبقى من تاليف كريم حسن بشير واخراج شريف عرفه. فده يعني اخراج شريف عرفه لوحدها دي تبقى مبشره بالخير. اللي معايا في الكاست ليست محمد هنيدي، معاه منى شلبي، عمرو عبد الجليل نايس جدا، صابرين، بيومي فؤاد، اوكي، سليمان عيد، محمود حافظ، محمد ثروت نايس، عارف عبد الرسول، محمد جمعه نايس، شريف دسوقي نايس، دنيا ماهر. واو، الكاست ليست على فكره مبشر بالخير جدا. هنيدي، كون ان هنيدي وعمرو عبد الجليل وبيومي وثروت وشريف دسوقي في فيلم، ومحمد جمعه طبعا ومحمود حافظ، كل دول موجودين في فيلم، ف انا عندي احساس ان هو هيبقى فيلم كوميدي بحت. يعني فيلم هيبقى فيلم كوميدي حلو جدا، وده بقى اللي ممكن اخشه سينما. بس لازم اشوف التريلر الاول، عشان اللي احنا هنعمله النهارده هو تيزر رياكشن، مش هيبقى تريلر رياكشن. فده هيبقى التيزر الاصلي، او هيبقى التيزر المبدئي للفيلم اللي هو النمس والانس. اسمه كده صح؟ الانس والنمس، مش النمس والانس. اوكي، هو نزل له تريزر، هو نزل له تيزر تقريبا من يومين على ما اعتقد، او 3 ايام، بس لسه ما اتفرجتش على التيزر لفيلم الانس والنمس. هتفرج عليه معاكم دلوقتي لاول مره، هو اقل من دقيقه، هشوفه دلوقتي معاكم لاول مره هنا على هوم سينما. يلا بينا. الرحمن الرحيم، اذا انك الدهر. زومبي صح؟ انا هجري على فكرة وربنا. اوكي، حلو جدا، ماشي، بس تيزر صغير قوي، كنت اتوقع ان هو ممكن يبقى اكتر من كده بشويه. بصوا، هكون صريح معاكم، مش حدي نسبه ترقب، لاني انا ما شفتش حاجه في التريلر، او ما شفتش حاجه في التيزر. مش حدي نسبه ترقب، لان التيزر صغير قوي، ده اقل من دقيقه بكتير يعني حتى. فانا ما شفتش، لازم اشوف التريلر الاول وبعد كده حدي نسبه ترقب. من الاخر سكه ودغري، عشان ما اديش برضو نسبه ترقب عاليه وفي الاخر الاكسبكتيشن بتاعتي تبقى عاليه وبعد كده الفيلم ينزل ينزلني الارض. فانا هستنى التريلر الاول لما ينزل، هدي له بعد كده نسبه ترقب، وانا اكيد طبعا هنعمله تريلر رياكشن. انا اصلا بحب محمد هنيدي جدا، على الرغم ان انا ما حبيتش اواخر افلامه. اخر فيلم كان عامله عنتر ابن شداد ما عجبنيش. هو كان عامل حاجه تانية قبلها، برضو كان عامل حاجه تانية قبلها برضو ما عجبتنيش، يا بعدها يا قبلها، حاجه شبه كده. في ايه تاني كان عامله هنيدي انا ما عجبنيش في افلام؟ عنتر ابن شداد ما عجبنيش. كان في ايه تاني؟ ما عملش حاجه تانية بعدها بجد والله. انا كنت عامل ارض النفاق، انا اتفرجت على مسلسل ارض النفاق، على فكره كان حلو جدا، انا عجبني جدا، كوميديا كانت حلوه قوي، لذيذه يعني. يوم ملوش لازمه كان فيلم حلو، بس ما كانش الواو يعني، مش ده اللي انا كنت متوقع اكتر من هنيدي يعني. وفي فيلم تاني مفروض هينزل محمد هنيدي على فكره، اللي هو كينج سايز. انا مش عارف هو ليه لسه لحد دلوقتي لسه ما نزلش، ده كان مفروض ينزل في 2020، فغريبه قوي يعني. ما اعرفش اي حاجه عن الكاست ليست بتاع كينج سايز، ما قالوش اي حاجه، ما اعلنوش على اي حاجه، فده برضو شيء غريب جدا يعني. وفي تقريبا بيحضر تقريبا لفيلم تقريبا تاني هنيدي. هم قالوا ان هو كان المفروض بيحضر السعوديه في الجامعه الامريكيه 2، مش عارف هم ليه ما مشوش في الحوار يعني، غريبه قوي. بس ده للاسف ده كل اللي عندي، انا ما اعرفش اي حاجه تاني في الفيلم الانس والنمس والانس ولا الانس والنمس ده. انا تمنيت ان هو كان يبقى تريلر مش تيزر، لان انا بصراحه حوار ان هو يبقى تيزر صغير قوي يعني، بصراحه بتخنق يعني من الحوار ده. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم. اتمنى بجد التريلر ينزل قريب، عشان عايز اعمله تريلر رياكشن. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.